بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم آمين. رجعنا لحضراتكم تاني وما زلنا مع المواساة. المواساة تكلمت مع حضراتكم قبل كده إن هي ليها صور كثيرة، منها المواساة بالكلمة، المواساة بزيارة المريض، أيضا من صور ومجالات المواساة المواساة بالدعاء، إن الإنسان يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب. ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا استجاب الله له وجعل عند رأسه ملك يقول ولك بمثل. يعني لما واحد يقول لك ادعي لي وتواسيه بالدعاء، اللهم حقق له سؤله، اللهم أعطه رجاءه، ادعي لي أن ابن ربنا يوفقه في الامتحان، أسأل الله أن يوفقه، ادعي لي أن ربنا يرزقني حج بيته الحرام، أسأل الله أن يرزقك حج بيته الحرام. لما واحدة صاحبتك تقول لك ادعي لي أن ربنا يشفيني من مرضي وتدعي لها بالشفاء، كل ده لا يذهب سدى. الملك موكل عند رأس الإنسان يقول اللهم آمين ولك بمثل. ما من مسلم يدعو لأخيه دعوة بظهر الغيب إلا استجاب الله له وجعل عند رأسه ملك يؤمن على دعائه يقول آمين ولك بمثل. ده أيضا نوع من أنواع المواساة وصورة من صور المواساة. والدعاء أساسا عبادة، الدعاء من العبادة والدعاء هو العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. أيضا من صور ومجالات المواساة المواساة بقضاء حوائج الناس، من مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سيدنا الإمام الحسن البصري يقول لأن أقضي حاجة أخ أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة، ولأن أقضي حاجة لأخ أحب إلي من أن أعتكف 2 شهر. يعني إن أنت تقضي حاجة أخيك المسلم أحب إلى سيدنا الإمام الحسن البصري من أنه يعتكف 2 شهر في المسجد أو أن يصلي 1000 ركعة. حوائج الناس إليكم من منن الله عليكم، يقول الكلام ده سيدنا الإمام الحسين بن علي. حوائج الناس إليكم من منن الله عليكم، إمتى؟ إن أنتم ألفتموها. يعني لو قضيتم حوائج الناس بحب فالله سبحانه وتعالى جعلها منا عليكم. طيب إن كرهتموها صرفت عنكم وذهب بها إلى غيركم. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللي يقضي حوائج الناس الله يقضي حاجته، الله يفرج أمره، الله يفرج كربه وييسر أمره ويقضي حاجته. ده سيدنا عمر بن الخطاب كان بيذهب لامرأة عجوز عمياء على أطراف المدينة المنورة، فسيدنا طلحة بن عبيد الله تتبع سيدنا عمر فوجد أن سيدنا عمر بيدخل بيت امرأة عجوز. فبعد ما غادر سيدنا عمر جاء سيدنا طلحة وترك الباب فوجد امرأة مقعدة عجوز عمياء مسنة، فقال هذا الذي يأتيك كل يوم ماذا يصنع؟ قالت يأتيني بما يصلحني، يأتيني بالطعام والشراب ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ أنت فين وعمر فين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. وكان سيدنا أبو بكر الصديق أيضا يذهب إلى أطراف المدينة ليحلب الشاه لامرأة أرملة وعندها أيتام، فلما تولى الخلافة ظنت المرأة أنه لا يأتي، ففي أول يوم له وهو خليفة المسلمين جاء إلى بيت المرأة، فقالت البنت الصغيرة لأمها يا أماه أتى حالب الشاه وهو خليفة المسلمين الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. قضاء حوائج الناس نعمة ومنة يمتن الله بها على من شاء من عباده، أن تقضي حوائج الناس. رب العالمين يقول لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كل وجوه الخير وكل أفعال الخير الله عليم بها سبحانه وتعالى، ويقول وافعلوا الخير
لعلكم تفلحون. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. من قضى حوائج الناس قضى الله حاجته، ومن ساعد الناس ساعده رب الناس سبحانه وتعالى. ومن قضى حوائج الخلائق قضى الخالق حاجته ولا أحوجه إلى أحد. أيضا دي صورة من صور المواساة، المواساة بقضاء الحوائج. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بهذا الخلق العظيم، اللهم أمين. فاصل وأرجع لحضراتكم تاني، صلوا على الحبيب.